خلينا نرجع لارض الملعب تاني ومراسلتنا هنا ابو القاسم عشان لقاءات الفوز والفرحه والاحتفال. اتفضلي يا من جديد. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك لكل الجماهير الاهلاويه. كل يوم بنحتفل ببطوله جديده، هم دول لاعبي النادي الاهلي الحقيقه عودونا والحمد لله على نعمه الاهلي. ومعي بقى في هذه اللحظات الاسطوره كابتن احمد صلاح. الف مليون مبروك، موسم استثنائي، رباعيه بالعلامه الكامله، يعني الحقيقه سعداء جدا وفخورين بيكم. الف مليون مبروك. طبعا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كده اقدر اقول دلوقتي مبروك، مبروك النادي الاهلي وجمهوره ومجلس الاداره. الحمد لله رب العالمين. اربع بطولات السنه دي، دي كانت هدفنا السنه دي الحمد لله، واحنا كنا على قلب راجل واحد على الاساس ان احنا ناخد اربع بطولات. لازم نعوض السنتين اللي فاتوا عشان نصالح جمهورنا ونصالح مجلس الاداره. فالحمد لله رب العالمين، الناس كلها كانت رجاله من اول سيزون لحد اخر السيزون. فانا بقول الحمد لله ربنا كرمنا، وزي ما احنا كنا عايزين الحمد لله ربنا ادينا، يعني الحمد لله. الحقيقه انتوا فعلا كنتوا على قلب رجل واحد من اول الموسم، وعدتوا الجماهير بان انتوا تحققوا رباعيه العلامه الكامله، وقد كان النهارده وبنحتفل برباعيه. عايزه حضرتك تقول كلمه للاعبي النادي الاهلي اللي كانوا رجال، وكمان لجمهور النادي الاهلي. طبعا انا اشكر لعيبتي واحد واحد بصراحه، ما حدش قصر. في ناس كتيره مصابه وبتيجي على نفسها عشان خاطر نكمل، ان احنا كان هدفنا ان احنا لازم نصالح مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وجمهورنا طبعا، ان السنتين كتير قوي ما بقاش ناخدش دوري وكاس. فده كان هدفنا السنه دي، ان احنا لازم نعوض دوت. اقل حاجه نقدر نعملها ان احنا ناخد اربع بطولات، والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا خدنا اربع بطولات. الجمهور طبعا مساندنا من ثلاث اربع، يعني من اول لما كنا بنخسر لحد النهارده بصراحه معانا لحظه بلحظه، وعلى طول متابعينا. فانا بشكرهم، اقول لهم ده اقل حاجه نقدر نديها لكم الاربع بطولات دول، وان شاء الله اللي جاي احسن. واطمنوا ان شاء الله ان فريق النادي الاهلي فيها رجاله وشباب، وان شاء الله اللي جاي الاهلي باذن الله. احنا اللي بنشكركم، والف مليون مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع الاسطوره كابتن احمد صلاح. اكيد معانا مزيد من اللقاءات، ولكن الان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.